لك شوفي شوفي يا ابني يا بتضبطيه لحتي والدنيا ياخذوني على اخذ عسكر. لك ما فجروا ياخذوك. لك يا ابني انت وحيد ليش لا ياخذوك؟ يا ابني في كثير شباب وحيدين لاهلهم واخذوهم. فوت خبش وفوت فوت. يلا كله يمشي معنا. لوين؟ كله لازم على الجهاد، كله في اخذ عسكر. على الجهاد؟ معلوم؟ كله على الجهاد. ونحن كمان؟ تمام، كله كله. شو عليه عمي شو عليه؟ شرف معنا على هو، في شباب كتير، شوف مين بدك على الجهاد خذه، تفضل سيدنا تفضل. شوكو زال، تشكرات أبدا. جرف. لا لا يا ابي خليها معي انت مالك. لك يا ابني زهدي خلاص اتركها معه، زهدي رجال ما بينخاف عليه. كيفير مني عندي لاحظ منها شي واحد معه بارود وجب اكيد لعين. خد عني زهدي. شريف شريف خلينا نشربك كاسة شاي، شنو زميلك جوا بده اياك. تشكرك تشكرك. لا شكر على واجب. شريف شريف يا اهلا وسهلا. شرف نورك قهوه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ان شاء الله تشرف. سمي الهاتف. ابو شومان ها انت على دخش لعيونك. الله يحميكم. شو الأقواس هاد؟ كانوا منعلم الحارة. ما أقول جيش الشريف وصل عشان. هو بيعشي بينتهي. علي الجير يا بضايا. ايوه اي والله لك الله محيي البطن اللي حملوه. أيوة. الله يعطيهم الف عافيه. كفو كفو والله كفو. ويكم اذا شفتوا ان الحديده حاميه بوشكم لعند عشيره الشيخ وضاح. الله يسامحك يا مختار. اي والله بنفديهم برواحنا. ادى يا ابو محمد ادى، بس هذا جيش دوله مو لعبه. اي باذن الله ما بنسال عنه. انا عن اذنكم بدي اروح اجيب الفراس وبرجع. بس كامل بدك تروح معهم، خذ فرس وضاح مشان ما تروح على البيت وترجع. ايه قولوا آية الكرسي والمعوذات وتكلوا على الله. عمي ابو وضاح انا رايح معهم. لا عمي انت لا تروح معهم وتشغل بلا اهلك. لا لا معلش يا مختار معلش خليه يروح احسن ما يشوفوه ياخذوه. ياخذوه؟ ايه ما بخليهم كرمال عيون وضاح خليني اروح معهم. لك ابو ضايل مثل ابوك. تعال لك تعال. سيك يا بي سيك. هاي الطبنجة هاي الطبنجة تبعي بحياتي ما سلمتها لحدا. خليها معك اتكل على الله. الله يحميك. امين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمكم. الله يحميكم. انت واحد حمار صبايا. ليش يا سيدي؟ انا قالوا لي انك بدك يعني قمت اجيت وصار اللي صار. صار اللي صار؟ هدول رجال عصابات لازم خوازيق لازم مشانق. انت في معلومات عن هدول رجال عصابات؟ والله يا سيدي ما بعرفون. زباين مثلهم مثل غيره. انت ضابط فاشل لازم سجن غبي. غدرونا غدرا سيدي. غدر؟ بياخذوا منك الباروده والطبنجه وبتقلي غدر؟ احمق. مين انت؟ قرب لهون. طع ايديك لفوق. هذا رجل كان مع مشاغبين؟ لا سيدي، هذا رجل فك وسكن وساعدنا. شو في معلومات عنه بالشاويش؟ هذا الرجال ادم ابن حلال سيدي. اسكت انت، انا بسال بالشاويش. تمام
تمام أفندم، برنج الصباي بيقول حقيقة، هذا فرد تشيكوزال أفندم، تشيكوزال. نزل إيدك، إذا بيعرف أنت شيء عن هدول المشاغبين لازم بيخبرنا فورا. حاضر سيدي. مين؟ أنا عمر مرت عمي. أهلين تقبلني؟ تفضل. يا الله، مرت عمي بتتخبى عندكم أنا وزنطية لحقني. إيه ولا يهمك، تخبوا يا بنات. تفضل أمي تفضل. يا الله يا الله. تفضل. تفضل تقبلني. يا الله يا الله. بس ما يكونوا أخذوها البتاعه. لا عجيب ما بيكونوا أخذوها. عمر هرب وبيكون راح ناح الحارة. يعني معناته أنا رح أرجع على الحارة ودور عليه. أنتوا كبوا طريقكم. لا محمد لا، عمر رجال ما بينخاف عليه، بيدبر حاله. يلا مشان الله لا تواخذيني يا مرت عمي، بس والله ما لقيت مطرح أتخبى فيه غير عندكم هون. شو هالحكي هاد؟ إيه والله من حطك بعيوننا تقبلني. مرت عمي بدي أطلب منك طلب. تفضل. خلي زهرية وشكرية يروحوا لعنا على البيت وخليهم يبعثوا أختي فهمية لهون. ليش شو بدك منا؟ لا ما بدي منا شيء مرت عمي، بس الأصول أصول. إيو أنت نسيان إنه زهرية كاتب كتابك عليها، وشكرية مثل أختك وأنا مثل أمك. والله وأعزي يا مرت عمي، بس أنا ما بدي حدا بالحارة شيء بمعدلكم. بعدين ما بدي عمي أبو محمد يزعل مني. شو هالحكي هاد؟ والله عمك عنده ياك بالدنيا، بحطك بعيونه. يلا تقبلني، انت فوت استريح بالمربع وهلا بس يجي عمك بخليه يروح لعند امك ويخبرها. يلا تقبلني تفضل. تمام يلا. وين كنت متخبي لهلا؟ عم اقول لك وين كنت متخبي؟ سيدي سيدي هذا اخرس. أكيد؟ أكيد. ليك شو اسمك؟ أوه. وين رايح؟ بدي واقف بالدور مع الشباب. رجع هيك، مو ناقصنا أرانب. تعال يا موتى. وقف عندك هرمة، وقف عندك. حركات ممنوعات، نفس يك برج السبعي. نعم سيدي. باشر تفتيشات كاملات قايجة. حاضر سيدي. يلا يا شباب علوة، فتشوا دخلوشي دخلوشي اوضة اوضة. انا اروح على الاوضة. يلا لا تخربوا شي. ها نحن بنقوم بتفتيشات، ما بنلاقي شي يا فندم. اسمعوا يا حريم، اذا بفوت رجال غريب على البيت فورا بتبلغوا الكلكون، فهمتوا؟ شوكوزال سيدي؟ تمام شوكوزال. يلا كله خروج، كله يطلع برا. يلا برا السماش. يلا حاضر سيدي تفضل. والله طلع ابن حلال هالعسكري. اي والله بالحلال، هذا ابو جدعان. تعرفه؟ اي بعرفه، وبسمع عنه انه زلمه شهمه قبضاي، بحب اهل الحاره كثير. منين هو يا مو؟ والله يا مرت عمي ما بعرف، بس يمكن من سويدا. الله يخلي له اولاده وعيلته يا رب. امين يا رب. خير مرت عمي شبك؟ شبك يا مو؟ لا تقبروني ما في شيء. قومي زهريه، قومي حتى جوا، قومي قومي. سلامتك مرت عمي، سلامتك. شوي شوي. برجي صباعي. نعم سيدي. لازم تجديد حراسات. حاضر سيدي. هذا فلت زعرانات، لازم كله توقيفات. معلوم سيدي. حضرتنا ممكن عقوبات من جناب والي برنجي صباي، وانت كمان ممكن عقوبات. لازم فرد زعرانات، كله كرمشات. حاضر سيدي، ان شاء الله بكره هنلقطهم كله مثل الصراصير. برنجي صباي
انت في تأكيدات انه بكرة كل فرد زعرانات بيكون في كركون؟ معلوم سيدي، ان شاء الله بكرة كله رح نلقطهم. جوكو زال برنجي صافاي، جوكو زال. قعدي خي خي، قعدي خي. طب بس خلينا نوصيكم على لقمة عشا تاكلوها. تشكرات. لك خي تشكرات، بدناش نتعشى، بعدين لسه تعشينا، قعد خلينا نحكي كلمتين لما نحكي. وهي قاعدة. خير يا مجدعان، شوفي. هذا الكيس فيه بدلة عسكرية، وهذا الكيس فيه ظروف بريدية وأوراق. أيوه. تلبس البدلة وبتدبر فرس وبارودي، وبس الشيخ نزير يقول الله أكبر بتركب على الفرس وبتحط هدول الظروف بالخرج، وبوجهك على الغوطة بتتخبى هنيك وبترجعش لالله يفرجها. كأني سامع صوت حريم عم تتوجع. اي والله يا مجدعان، هاي حماتي عم تولد وما عندها حدا. قر، كيف ما عندهاش حدا؟ والله ما قدرت روح جيب لها الداية، شوفت عينك يا مجدعان. قر، ولك ايش ما قلتليش؟ معني روح بجيب الداية، قوم يا انور قوم، خذ من طريق خيي، خذ من طريق. والله ما بعرف شو بدي لكم، الله يقدرني على مكافاتكم يا رب، تفضلوا. يلا يلا شجميلي روح، يلا يلا. يلا يلا، خذوا طريق. يلا. يا اهلا وسهلا بالعقيد. اهلين ابو ميت، اهلين بالمختار. يا ميت، اهلا وسهلا. لا بشو ما اهلين برجال، اهلين والله. والله ابو ضايات على عيني براسي. تسلم يا رب، تسلم. اهلين محمد. يا بي لك اخي غنوه، شو صار معه لهلا ما رجع من الهياله؟ انو هياله لك عمي؟ ليش لهلا ما اخبرت انه غنوه اخذوه على اخذ عسكر؟ شو؟ ايمتى صار الحكي؟ اليوم اخذوه يا بي، لقوه بالبريه عم يسقي الارض، قاموا اخذوه وما درينا بهالشيء الا بعد ما اخذوه بشي ساعتين. الله يرجع. شو عقيد لوين؟ بدنا نروح نجيبه. لا عقيد، ارتاح انت ورجال وما عليك. شلون ما علي؟ غنوم اخي مثل ما هو اخوك. عليها جيرة الله ما حدا بيروح، شبنا عقيد؟ ما بصير مختار، ما بصير، لازم نعمل اللي علينا، بركة دم منلحق قبل ما يصروا على الاشلي. علي الطلاق ما حدا بيروح منكم. خلص يا بي خلص. بنروح انا وشباب الضيعة وبنجيبه وبنجي. يا بي. يا بي برضاي عليك انك تعود، ما بدي اخسر حدا منكم، واخوك غنوم باذن الله رح يرجع سالم. وانا على هوا ما فهمت انه الامور بلشت تتحلحل، وكلها كم يوم باذن الله كل عسكري رح يرجع لدياره. تفضلوا يا جماعه، تفضلوا. اميد اهلا وسهلا. مظبوط ولا لا؟ والله خايف ما الاقي حالي الا باسطنبول. معقول انا راجع رجوع بدل ما اروح ناح الشام رايح ناح اسطنبول؟ شو هالريحة هاي؟ لك والله ريحة لحم مشوي. معناتها انا مو لحالي هون، في ناس حوالي. ما انت لا تتحرك، اي حركه بتموت. ها شو يا ابي، عم تشوي دجاج؟ اهلين بابن البلد، تفضل هلا بناكل سوا. انت من الشام؟ اي نعم، من جوبر. احكي هيك من الاول يا رجل. إيه ليش انت خليتني احكي؟ مشان الله ما تواخذني. خلص اخي خلص، عليك الامان. بعت لك حمو شبنة شكرية، كلمة وطلعت غصبا عنها، بدك تعمي لي اياها قصة وسيرة. يا ترى شو جابه، صبي ولا بنت؟ لسه ما بنعرف. لك مبروك يا بنات، اجاكم اخ. لك شكرية، صار عنا اخ. لك صار عنا اخ. الله يحميك. الحمد لله يا رب. كمل فرحتكم يا رب. الله يسلم هالايدين. ومنين صححت لك هالجاجة؟ يا سيدي مريت بجنب ضيعة قمت سرقتها. وما حسوا عليك؟ لك انا ما حسوا علي. يا زلمه تخبيت لك بقفه صخره لوقت العتمة العين، واهجم لك عليها مثل الديب، واسرقها وارقد، وعينيك ما تشوفها الا يصيحوا حرامي حرامي. والله يا عفارم عليك يا ابو سعود. ياسين؟ انت من انو حرب الشام؟ من ميدان.
من حارة عياش. معناها بتعرفه لوضاح الخشاب؟ وضاح الخشاب؟ رفيقي وعز الصحبة أنا وياه. ليش أنت من وين تعرفه لوضاح؟ كنت أخدم أنا وياه بقلاي واحد. وضاح الخشاب؟ على علمي إنه وحيد وما بيروح على أخذ عسكر. أخدوه؟ وينه هلأ؟ وين تركته؟ الله يرحمه، العوض بسلام. وضاح مات؟ بأي بحياتكم؟ عدمه هو واحد تاني من الغوطة اسمه نايف. يا باطل يا باطل، وليش عدموه هون؟ مسيك يا ماما، هاي بارودة أبوك الله يرحمه. دير مالك على حالك تقبرني. لعيونك يا ماما، يلا بخاطركم. الله يحميك. عمر بتروح على ضيعتنا، وإذا لقيت أبي هنيك بتطمنوا على أمي بتقولوا الله كرمنا وبعتلنا محمد. اللهم صلي على محمد ألف كرة وألف مرة. اللهم صلي يا سيدنا محمد. إن شاء الله، بس هذا اسمه محمد صالح. محمد صالح؟ إيه، لأنه أبو جدعان اسمه صالح، والله دخيل اسمه بعتلنا يا بي هالليلة مشان يساعدنا، وندرا علي بس يجيني ولد بدي سميه صالح وأبو جدعان كمان. يا مو سلمت على مرت عمة؟ إيه يا مو سلمت عليها. يلا يا مو، صود الله على بكير، والفرس جاهزة بالبايكة، الله يرضى عليك. أعطيني إيدك لبوسها يا أمي. الله يرضى عليك ويحميك ويعمي عنك عيون الأعادي يا حق. يلا بخاطركم، مع السلامة يا حبيبي. عمر وقف انزل ارضا. مور سيدي فراري. لا سيدي، شو فراري؟ سيدي انا رايح ودي البريد. بريد؟ يا سيدي بريد. وينو هذا بريد؟ ليكو سيدي، لوين هذا بريد؟ ما بقدر اقول لك سيدي، هي اسرار عسكريه. شو كوزال، عفارم عليك صبي، يلا روح وصل البريد. امرك سيدي. هالحارة وضيعتوا هالسنة.